بروح للهداف. لما يكون عندك لاعب بقيمه الهداف يا كابتن عبد الرزاق بقيمه ايقالو، ايش الخيارات اللي يعطيك اياها؟ والله هذا لاعب مميز في تحركاته قدام ال 18، معناه لاعب خطير، لاعب يعرف يطلب الكره الاولى والكره الثانيه، يعرف يحضن على كورته، يعرف يحط روحه في وضعيات نتاع انفراديه وسريه. الحاجه اللي نعيب على ايجالو هي كما قلت لك، معناه وجوده في ال 18 يخلق كثير فرص، يخلق كثير انفرادات، لكن يسجل منها اهداف لكن غير كافيه، لانه امكانيات اللاعب هذا معناه تتوقع منه اي شيء في الميدان. لاعب مميز، لاعب معناه راس حربه، وقت اللي يبدا عندك راس حربه من النوعيه هذه ويكون عندك اطراف كما كنا نتكلموا على الحربي والزقور، معناه توصل لك الكوار بكثره في 18. لاعب مميز كما بانيجا، ناس تعرف توصل لك الكوره، انت كراس حربه ما عليك كان ترسيم، وهذا اللي قاعد صاير توا في ايجالو، وقاعدين نحسوا فيه للاعب مش زي بدايه الموسم، زي في الجوله التاسعه ولا الثامنه ولا السابعه، قاعد يتطور وقاعد يتحسن وقاعد يدخل في الريتم نتاع الكره السعوديه. ان شاء الله مازال يعطي ما احسن حسب باعتقادي، لانه عنده الامكانيات يولي يسجل الفرص بنسبه مئويه اكبر من اللي قاعد يسجل فيها توا، يصير احسن راس حربه موجود في المملكه.